حياكم الله مشاهدينا، وهذه عودة بعد الفاصل، وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء مرة أخرى. ونحن بالتأكيد وكالعادة نتوسط كل القوافل الناجية، ورح نلتقي ببعض من الأخوة والأصدقاء وكل زائرين الإمام الحسين. نبتدي ويا الحج، عظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء. عظم الله لكم الأجر. الحمد لله الذي جعلنا قطرات بهذا البحر المائج أو ذرات بهذا الإعصار الهائج. اللهم لا تحرمنا من زيارة الحسين في الدنيا، اللهم ولا تحرمنا من شفاعته في الآخرة. اللهم وحينا على محيا محمد وآل محمد، وأمتنا على ممات محمد وآل محمد. جزيتم خيرا وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك. نلتقي بأحد الأخوة من الجهات الأمنية، حياك الله وزيارة مقبولة ومأجورين إن شاء الله، وتعبكم إن شاء الله ما يروح حرامات. عرفني حضرتك. السيد كريم الخرساني لواء علي الأكبر. علي لصوتك سيدي، انت من الشجعان اللي صرخته هيهات من الدولة. من الحشد، هيئة الحشد، الحشد. احنا جايين هنا خدام. ما جبكم سيد كقوة ساندة، خلينا نقول القوة الداخلية. احنا هنا جايين ان شاء الله بخدمة الزوار، نعمل ان شاء الله الطريق، وان شاء الله احنا خدام للزوار، جايين زوار عبد الله. واحنا نشكركم يعني بالنسبة لقناتكم، والله انتم ان شاء الله هذا هم جهاد، ان شاء الله هم جهاد الجميع، ان شاء الله الجميع ان شاء الله ان شاء الله سعيكم ما يروح حرامات، وان شاء الله تنتهي الزيارة بامن وامان. نسال الله لك الاجر ونسالك الدعاء. خادم الحسين عدنان تيكان الحشيمي، منطقة الغدير. والنعم. حضرتك من كربلاء؟ بلي كربلاء. صار لك كم يوم بديت بالخدمه؟ والله بدينا من يوم 6 صفار، ولا حد الان مستمر على هذه الخدمه الحسينيه لزوار الحسين من مختلف دول العالم والعراق، ومقدمين خدمه في موكب هيئه الزهراء الطاهره لغرض الخدمه لزوارنا. شنو الابرز شيء شفته بالزياره؟ اكو مرات نقول شفنا فلان شيء صار وهذا ما راح ننساه، وشفنا فلان شيء وما راح ننساه، وهكذا. والله يعني احنا شفنا ناس يعني جايه من افريقيا ومن دوله ايران الاسلاميه ومن باقي دول العالم، يعني لفت انظار الناس لانه على الكثافه اللي اجوا بها الزوار، ويعني الخدمه للزوار اللي تقدمت من قبل الناس من كل العراقيين، وبس من محافظة كربلاء، يعني اشتركت بها كل العراق، اشترك بهذه الخدمة الحسينية. طيب بتوقع انه هذه الزيارة وهذه الأعداد ممكن انه على الزيارة القادمة تكون أكثر وأكثر سلاسة؟ يمكن لاحظنا أن الطرق بدأت تتقطع أكثر وأكثر. هاي أكيد سلاسة تكون أكثر. هاي أكيد، لأنه العراق يعني خدمت العراق، أي خدمت الحسين بالعراق، يعني يوم عن يوم يصير عندهم يعني شلون نقول فرد دافع معنوي للخدمة، وقدموا بما فيه الكفاية يعني، وبعد يعني نقدم أكثر وأكثر إن شاء الله ورسوله. إن شاء الله. شنو الرسالة اللي ممكن توجهها لمجموعة من الشباب ممكن ما وصلهم قضية الحسين من خارج هذا الإطار الفكري أو هذا الإطار نقول الفقهي اللي موجود، ما يعرفون شنو الإمام الحسين؟ لو سألوك إنه تجاوبهم بجملة أو بأكثر، شو راح تقول لهم عن الإمام الحسين؟ إحنا نتمنى من كل الشباب أن الالتزام، مو بس الشهر عاشور وصفر، التزام على بقية السنة، الالتزام يعني الديني خصوصاً والأخلاقي، وكذلك الالتزام الاجتماعي والواجب، مو يعني بس الشهر هذا وغيرنا نفسنا وردينا على الغناء وردينا على، فكل الشباب يعني نحثهم على الصلاة، على يعني الأخلاق الحميدة بالنسبة لكل الشباب، مو يعني هذا. فاحنا ان شاء الله ورسوله شبابنا ان شاء الله جيدين ان شاء الله، الله يحفظهم ان شاء الله. محمد والد زياره مقبوله مقدمه، ونسالك الدعاء. الله يحفظك شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الفقره. بخلاصه هذه الفقره اشرنا ببناننا انه اكو مشكله بسيطه، مشكله لوجستيه عن الثلج والمي، يا رب تنحل، واذا ما لحقنا نحلها
ولو جزئيا في هذه الزيارة ممكن تنحل كليا بالزيارة القادمة بوجود كل التخطيطات اللي ممكن نستخدمها وكل خدمة محبين اللي حسين. تقبلوا تحياتي وهذه انتقال للزميل محمد تقي. شكرا جزيلا لك زميلي أحمد على هذه الانتقالة، حياك الله أنت والمشاهدين الأكارم مرة أخرى مع موكب آخر ونشاهد طبيعة الخدمة التي تقدم على طريق يا حسين. خدمات كثيرة، مواكب كثيرة تعمل بجد وحيوية على خدمة زوار الإمام الحسين من كل الجنسيات. اليوم لا يوجد أي تفريق بين زائر وآخر. تعالوا يانا بعدسة الكاميرا لنتنقل أكثر وأكثر مع خدام الإمام الحسين الذين يعملون على خدمة الزوار. السلام عليكم حجي. السلام الله وبركاته. ماجورك حبيبي. حياك الله يا ماجور. إن شاء الله موفق إن شاء الله، يعطيكم العافية ورحمة الله. سولف لي عن طبيعة الخدمة، إيش قد تشتغلون هنا، موكبكم شنو يقدم من خدمات؟ والله موكبنا بفضل الله ونعمه ما مقصر من كل الجوانب الخدمة. بالنسبة للأكل وجبة ريوق، نعم. وجبة غدا يسوون الظهر يتوقيت يعني بالعشرة ونصف 11 يوزعون، نعم. سمش ويا يعني فواكه طرش ما طرش السوا ويا لبن. بالنسبة للخدام شلون مقسميهم؟ والله الخدام كل من وعمله، اللي يقلي سمش، اللي يسوي شربات، اللي يسوي داطلي، اللي يسوي يخبيز، اللي يسوي بيزا، يسوي وجبة عشاء يسوون. اليوم دوركم يعني لابد أن يكون توجيهي للشباب بالبداية. والله احنا نوجه كل الشباب اللي هم خدام الحسين ما يقصرون بهاي الخدمة، وأثر هاي الخدمة إن شاء الله الجنة تعويضهم إن شاء الله من الحسين وأهل بيت الحسين والزهراء والرسول صلى الله عليه وسلم، فما يقصرون الشباب إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم لكل خير. جميل. معدل يوم كم ساعة تشتغلون هنا بالموقف؟ والله الشغل مالتنا أنا أقول لك حقيقة من الصبح 6 الصبح ندي. يومية الصبح 6 هنا موجودين متوفرين، ها، وبعمل مستمر متواصل، ها، والحمد لله والشكر العمل جدا متواصل بافضل الحال. ترى متعودين الكل يعوف بيوته واهلها الناس، يعوف اطفاله وعمله، الكل يعوفه ويجي للحسين ان شاء الله. والله شو اقول لك يعني البيت ما يغلى على الحسين، لا البيت ولا الاولاد ولا المال، هو الحسين الحال والمال والبيت كله هو الحسين. وسأل الله يرزقنا ويرزقكم شفاعه الحسين في يوم اخره. شكرا جزيلا لك بالتوفيق ان شاء الله، موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. اذا احبتنا المشاهدين نستمر اكثر واكثر وداخل هذا الموكب وما يقدم من عطاء لخدام الامام الحسين عليه السلام. الشباب اليوم يعملون بجد على خدمة الزوار. السلام عليكم حجي، قواك الله. قوا حيلك، رحم الله والديك، ميجور ان شاء الله، رحم الله والديك. سولف لي شنو تقدم هنا للزوار؟ والله عندنا ثلاث وجبات، أول وجبة فطور الصباح بيض، وظهر سمش، ووراء شربت، والعصر كباب. معدل يوم ايش قد توقف هنا تشتغل؟ أنا من الصبح للعشرة بالليل. انت بس بالمطبخ اختصاصك داخل المطبخ؟ اي مكان. ما يخلوك من موقف تشتغل، هاي خدمة الحسين. حسين رحم الله والديك مجون ان شاء الله. اليوم رسالتك الزوار الإمام الحسين شنو تقول لهم؟ والله ان شاء الله يرجعون بالسلامة ويزورون الإمام الحسين ويقدمون العزاء للأحرار أبو عبد الله الحسين، وان شاء الله يرجعون بالسلامة لبلدهم والمحافظاتهم. الموكب مدرسة نتعلم به هواي، اللي يتعلم الطبخ، اللي يتعلم الخبز، اللي يتعلم أمور كثيرة نتعلمها. من الأمور اللي تعلمتها بالموكب؟ أولا الصبر، العمل بجدية لخدمة المواكب لزوار الإمام الحسين عليه السلام، وأشياء موجودة يتعلم عندها. موفقين إن شاء الله. اليوم إن شاء الله محضرين سمج غدا للزوار؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك. إذا أحبتنا المشاهدين نتواصل أكثر وأكثر بأجواء الخدمة وعمل المواكب الحسينية والعطاء الذي يقدم داخل هذا الموكب. السلام عليكم، قواكم الله، عظم الله أجوركم. إحنا نعتذر نضايقكم أثناء العمل، لكن حتى نوصل صوتكم وخدمتكم الحسينية. بالبداية نتعرف بيكم. ابو حسن الحجام. حياك الله ابو حسن. سولف لي عن طبيعه الخدمه اللي تقدموها. والله احنا خدمتنا خدمه حسينيه ان شاء الله. بالبدايه اول شيء الافطار، ريوق، بيض، باقي الليل نوب الغداء، سمك، بيتزا، كباب، والعشاء كذلك اضافه للفطائر العصائر. يعني الطرق مقطوعه، خو ما تاذيكم هاي الطرق وتنقلكم؟ يعني اكو شويه بس هو يعني الوضع الامني يتطلب. يعني الوضع الامني يتطلب هيك، احنا متعاونين ويانا ان شاء الله القوات الامنيه وماكو شيء ان شاء الله. المعدل اليوم ايش قد توقفون هنا تخدمون؟ والله يعني مرات نجي الساعة بالستة، اكو خدم يجون يعني موجودين هم اساسا هناك وموجودين يعني يباتون هنا، نعم. مدة 10 ايام 15 يوم. اليوم رسالة كبيرة، جايب ابنائك وياك؟ اي عندي جايب واحد من ما شاء الله. اليوم رساله بجلب الابناء،
خدمة بلي المواكب بلي بلي هي تتجسد انه ان شاء الله هم على خط الحسين من بعد ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا نعلمهم على هذا الطريق ومسير الحسين، فهذا من يكبر ان شاء الله يصير يعني شلون عنده رسالة يوجهها للعالم انه هذا الطريق انه هو ماشي فيه ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. شكرا لك يا ابو حسن. اذا احبتنا المشاهدين نتواصل اكثر واكثر مع باقي الخدام. السلام عليكم وعظم الله اجوركم، الله يعطيكم الصحة والعافية ان شاء الله. في البداية عرفونا بحضرتكم وشنو طبيعة الخدمة اللي ابو حسام الكربلائي. خدم هذا خدم او زعماء ان شاء الله في سبيل الحسين. تسقي زوار الامام الحسين. زين اليوم ليش اتخذت هذه القربه بالتحديد؟ القربه ان شاء الله مال ساقي عطاشه كربلاء بالفضل العباس سلام الله عليه. سلام الله عليه. اي والله بس معدل اليوم مش قد يعني تشتغل هنا؟ احنا عملنا متواصل، احنا عملنا متواصل من الساعه 6 الصبح نبدا او 5 الصبح ويا الاذان قبل ورا الاذان. نعم. السلام عليك ابو عبد الله. ونستمر الى ان اذان الظهر ناخذ ساعه راحه ومن بعدها نبدا بعملنا ان شاء الله. اليوم الزائر يعني بهاي المشقه وهذا الحار يستذكر الامام الحسين الذي قتل عطشانا بكربلاء، فانت اليوم تسقى الزائر ان شاء الله تنطل الزائر، وهي رساله كبيره. ايش معنى اختاريت الماء؟ والله الماء ماكو اقوى من عنده، اسقى الماء ولو كنت على الماء ان شاء الله. شكرا جزيلا لك حبيبي. اشكرك. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. ايضا يعني خدام الامام الحسين اليوم يعملون بجد وحيويه، الشباب يعملون على خدمة الإمام الحسين اليوم للقربة، رموز كثيرة لسقي الماء، رموز كثيرة بأن ساق العطاشة ما زال موجود وسقى عيال الحسين، سقاهم بحبه وعطائه. شباب أيضا يعملون بالفرن يجهزون الصمول للزوار. سلام عليكم، عظم الله جورك، قواك الله. تفضل شوية على الكاميرا، نضايقك احنا بعملك. الله يسلمك. سولف لي عن شغلك هنا. شغل بالزمان الزاد سوي. زين انت شغلك هذا خارج الموكب؟ لا لا بس هناك علمت؟ ايه. صار لك ايش قد هنا بالموكب؟ صار لي 7 أيام. 7 أيام، مو عاد اليوم ايش قد تخبز الزوار؟ 1500 قرب بزة. هو ما يتعبنك؟ لا ما يتعب. ان شاء الله موفق، شكرا جزيلا لك. يعني اليوم لا يوجد تعب بخدمة الحسين، لا يوجد تعب بالعطاء للحسين، كل ما نعطي للحسين هو قليل. ايضا خادم اخر، السلام عليكم. السلام اخوي. حفظ الله جورك، قواك الله. قوا حيلك. جور ان شاء الله. رحم الله. الله يحفظك. سولف لي عن عملك، شنو تقدم لنا؟ احنا نقدم كل شيء. اللحم بعجين، السمك، الداتلي. حضرتك طباخ لو شنو عملك؟ على اي شيء اشتغل. وين ما يردون اشتغل. وين ما يردوك؟ لا على السمك، على اللحم بعجين. يعني اليوم خدمة الحسين تقعد الصبح وين ما يخلوك تخدم. نعم. تخدم. وين ما يصحوني عندهم شغل اروح وياهم. ما شاء الله، مو عاد اليوم ايش قد تشتغل هنا؟ احنا نشتغل 1500 1700. على الكباب 1500 من الصبح لليل عملك؟ اي من الصبح لليل. الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله، شكرا لك. ايضا اليوم هناك دور كبير للاطفال الذين يعملون داخل المواكب الحسينية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. شلون صحتك؟ ايش قاعد تسوي هنا؟ صمون. صمون. ايش قاعد تسوي صمون؟ ايش قاعد توقف هنا بالمواكب؟ من الصبح لليل. من الصبح لليل. زين انت شنو اسمك؟ ليث. ليث. ليث سولف لي، انت جاي ويا والدك لو وحدك جاي؟ اي ويا والدي. زين لما اجى والدك انت كل سنه يعني تجي وياه يومي تجينا الموكب؟ كل سنه. زين شو تقول للزوار الامام الحسين؟ والله خدامهم احنا. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. شكرا لك يا ليث. اذا اليوم الرساله تتجدد بالاطفال الذين يعملون على خدمه المواكب الحسينيه، على خدمه زوار الامام الحسين. راح نتواصل اكثر واكثر ويعني نرى بعض الاخوه الذين يعملون على تقديم الخدمات المميزه لزوار الامام الحسين، يعملون على خدمة الزوار. اليوم الكل واقف على ساق يعني جادة للعمل لخدمة الزوار. سلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله. والله حيلك حبيبي. الله يحفظك. سولف لي ايش قاعد تقولون سيد؟ والله سمك تشوف بعينك. هذا غدا للزوار ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. مو عاد اليوم ايش قد تطبخون للزوار؟ والله تقريبا من 100 الى 125 كيلو بس سمك. يعني انتم بس اختصاص سمك لو احنا هنا كادرنا اختصاص سمك، هنا جماعة بيتزا يسوون، جماعتنا بالبداية يسوون كباب وشربت ورمان. يعني هذا عملكم خارج الموكب لو بس هنا بالموكب؟ لا لا بس بالموكب، هذا لخدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. لا زين تعلمتوا هنا بالموكب أمور، الموكب مدرسة احنا نقول، خدمة الحسين مدرسة. أكيد أكيد. أول شيء نكران الذات. أول شيء نكران الذات، أنت تنذر نفسك لخدمة الإمام الحسين. إي أكيد هذا. حرج عن الصبر، العطاء. اي احتياج، انت تعرف الحسين مدرسه، كلها مدرسه. رسالتكم اليوم لخدام الحسين، زوار الحسين، شنو تقولوا لهم؟ والله نقول لهم احتبروا من الحسين. اي احتبروا من الحسين، مو بس عبر الحسين. الشجاعه، الصبور، الايمان. جميل. انت اخو ما تعبان؟
يعني شو تقول انت للحسين اكو تعب؟ الله ما يضيع الله التعب. الله شكرا لك سيد، الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. اذا نتواصل اكثر احبتنا المشاهدين، ايضا الشاب اللي واقف صراحة بالشمس وحرارة النار والزيت هذا اللي يطفر شويات شاب، الله يساعدك الله يحفظه الله يطول بعمرك الجميع ان شاء الله. يعني التعامل ويا الزيت متعب شوية صعب. اكيد طبعا اكيد، بس انت واقف بعزم وواقف للخدمة. الامام الحسين مثل ما تفضل السيد، نعم عمنا الكبير هو مدرسة، وش ما نقدم احنا مقصرين في حقه، لان الامام الحسين قدم لله عز وجل من اجل هاي الانسان الانسانيه كلها، قدم نفسه واولاده وضحى بما ضحى. موفقين ان شاء الله، انا خليك تكمل شغلك، شكرا جزيلا لك، والله يعطيك الصحه والعافيه وان شاء الله الاستمرار بخدمه الحسين. الله يحفظكم ان شاء الله. اشكرك. الله يسلمك. اذا احبتنا المشاهدين، اعتقد انه يعني هذه الدقائق الاخيره من عمر الحلقه وصلنا واياكم لختام هذه الحلقه مع خدمه الامام الحسين، مع من يقدمون هذا العطاء الحسيني، هذا العطاء الكبير، مع من يعملون لايصال رساله المظلوم سيد الشهداء عليه السلام. لذا في الدقائق الاخيره اترككم في امان الله وحفظه.